عزيز علي قدر وعزة صار لسنين وبنين إدلي يا ظالمة يا الحسود تبتقريني تكسريني حتى تقريني يا علي لسانك القص قطيعة أنا ما أتنزل أجي سماعينك أطقم أطقم ما مالك عليك ما لك عليك يلي ما تحشمين ولا توجبين يا نعمور يا حسودة يا حقودة وي 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 قطيعة مالك عليك ما حد حقود ولا حسود غيرك أنتي يا النحيسة يا الظالمة يا المستبدة شوف يا نعوم حذرتك وحذرك ألف مرة بعد يا ويلك إن قربتي صوب أغراضي لا تلومين إلا نفسك لا ترفعين صبعك بوجهي انا بعد عندي اصابع واقدر اطز عينك هذه امي وهذه خالتي وهذا بل ابوك يا عقاب علشان ما تصير عندكم لخبطه حبيت اقول لكم ان خالتي اخت امي من نفس الام والابو امي حليمه حسب ما ورد في كتاب الاغاني لابي فرج الاصفهاني هي الأب أما خالتي نعيمة فهي الأصغر حسب ما ورد في كتاب المستظرف في كل فن مستطرف هذا أغلى طقم صيني عندي خشية المناسبات شلون تجرين تكسرينه لا تروحين وترمدين على هالطقم نحن بدارك نتفتي ذبحتيه تفرم من كثر ما كديتي لو كريستال كان سويتي يلعن أبو أم الغباء أكو طقم كريستال يأكلون فيه جبص لا تقولين عني غبية بس انتي لا تسكتيني ومثل كل مرة يتدخل يدي ويحل المشكلة على فكرة يدي هو بأمي حليمة وبنفس الوقت أبو خالتي نعيمة أنا قلت أقولكم كذي عشان لا تصير لخبطة وها هو جدي عبد الوهاب السادس يتقدم بكل هيبة ورسة انتوا ما تستحون ما تنتخون بس وهذا والدنا كل يوم على هالحال صيحة ونجرة الناس تنام على صوت الموسيقى على صوت العصافير على صوت المطر وأنا أنام على صيحتكم اللي ما تستحون عويهكم حسبي الله عليكم من بنات انتوا ما تتعبون ما تعولكم بلاعيمكم حسبي الله عليكم من بنات انت يا ريا وسكينة حلوم ونحوم تعالوا فوق عودك واسكت لحظة عندي لحن بيطلع تبعد بس تعتب يا ولد لا خلي هالعصا هذه تبلح على ظهرك اي والله يقول بابا عود اللي يشوفك يقول انت اعود مني اجل اللحن البعدين اللي تخلي حلوم وعيالها تشمتون فينا انتوا بالله ما تقولون لي ليه متى بتتمون على هالحال الى ما الخلف بينكما الى ما وهذه الضجة الكبرى علامة قولي له فش خير قولي له علامة انت قولي له هالنحاسة إلامة ربوكم خوات من بطن واحد وبو واحد كلنا مناجرين بعضكم حاطين روسكم بروس بعض ما تقولون لي ليش ولما وكيف قولوا لي انتوا وش بتورثوا لعيالكم هالأبرياء وانت يا حلوم ولدك مشروع كاتب كبير باكر بصير كاتب قد الدنيا ايش تبينا يكتب عنك ايش تبينا يقول عنك لما يسألونه في البي بي سي او الام تي في يقول امي خبله ساهيه لاهيه لو هم القمر ما لها دور في الحياه وانت يا نعومه اكبر غلطه بحياتي اني سميتك نعيمة وانتي ما فيك من النعومة غير اسمك باكر ولدك اذا اشتد عوده وصار ملحن ومشهور اشتبينا يلحن لك اشتبينا يخلدك
غير لحن ست الحبايب هو بلحن أم المصايب. وانت يا حليمة ما أخذتي من الحلم غير الاسم، عندك هالبنات الجميلات الطيبات جميلة وليلة مثل ورود، حولتيهم إلى عرفي، حتى المعاريس نحشتيهم عنهم. أكو معرس يفضل عرفي على الورد؟ وانت يا نعوم عندك هالبنات الرائعات سبيكة وأمينة، علمتيهم على العداوة والبغضاء، خليتيهم يعادون بنات خالتهم. شو السبب؟ ماكو سبب، أنا بس بعرف السبب. أنا خلاص خلاص يا بنات، أنا تعبت تعبت مولية منكم، تعبت خلاص. آه ما أقدر أدش هالبيت ولا أقدر أكل لقمة. آه يا قلبي آه يدي يما يما يمكن ذبح صدريه يما. الله لا يقول اشلف على الله ولا فالك. انت بدل ما قاعد تناجرني روح جاب لي. يما ايش فيك؟ هذه ادويه قديمه صار لها دهر بالدرج، اكيد منتهيه صلاحيتها. يما انت ايش تدورين؟ خلينا نساعدك. ادور حبوب كلارنتين والبخاخ. يما انت من زمان هذا المهنه، خل ودي المستشفى خاف تعطينا شيء بالغلط وتعلم توهق ويضيع من ايدنا. لا والله قصدك إذا صار شيء بيدي إحنا بنروح فيها صح؟ أقول أنت تسكتي ولا شلون؟ أسكت؟ تزفني أنا؟ تبيني أقول حق أمي إن حضرتك تدخن دقاير؟ تدخن من وراي بور؟ مرات يما. أي نوع؟ يدي اشرب ماي. ما أبي ماي خلاص. يدي الماي زين. قلت لك خلاص ما أبي. أقصى ماي إيش معطيته؟ لا تشعمين أختك وتقللين من قيمتها. وليش ما تشعمها؟ إذا كانت الأم مو قدوة. يدي اعزف لك لحن معين هدي اعصابك. وخرعنا وخرعنا يا وخرعنا يا وخ واي يما قوم 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 ادواك مو عندها الدبش، ادواك عندي. قوم يما قوم. بس يما ما ابي شيء لا منك ولا منها، فارجوا بس. يا يبا يا يبا هذيل عدوان، ادواك مو عندهم، اسفكهم يا يبا. خلاص عاد يا يما خلاص عاد، ارحموا عزيز قوم ذل. ايدروا انا عزيز قوم ذل؟ اكرم عليك يا يبا، انت هذا علاجك البخاخ. ما بي شيء، انتوا تقتلون القتيل وتمشون بجنازته. يلا كلكم برا ما بيكم، طلعوا. انت تمي انت. وانا يبا انت يطبق عليك اللي قاله ابوي بساعة. انقلعي. شفت شفت يبا ايه اللي تعدى علي وتغلط وتعيل. احنا ما بي شيء منك ومنها بس. اعطوني مقفاكم طلعوا برا، ما بحد يواسيني يا قصب، خلوني بروحي. يما ترى السالفة ما تسوى، ايش فيك؟ بس ناصر لا تضغط عليها، خليها بكيفها. يا يما يا حبيبتي انتي، اصلا ما صار شيء عشان تبكين. انا بموت قهر. مشيخها علي ومكبر راسها، مكبر راس عشان كذي مستقوية، تارك لها الحبل بذا حمل. يما ذاك الجمل، جمل. ها؟ الجمل، الجمل بما حمل. اي عيال الذين الحين انتوا قاعد تناقشون نحوي وتصلحون البعض وانا ميتة قهر ومتألمة. يا يما يا حبيبتي انتي، بس نترى مشاكل عورنا راسنا شبعنا. يما بس تعبنا من هالمشاكل خلاص، حتى باباتي بغى يروح بسبتكم. باباتي عاد؟ قولي دادي وايد احلى. مو شغلك، ما تشغل. خلاص 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 خليها باباتي، باباتي احلى اصلا موسيقية وراقية وتمشي مع المقام. سبوج اعطيني عباتي. يما يما من صدق ايش تبي تدير البيت بسبب خلاف يا امي؟ تعودي من ابليس يما ماكو شيء يستاهل. يما يما صعد باباك ما تساعد. علمكم يليتو من صدقكم انا هد البيت عشان حلوه انت خسن لهي. بس بروح اوسع صدري عندهم تركي، مقعدكم يجيب اليهد. يا حلوم انت الكبيرة شوفي عاد، أنا ما أبي أكرر عليك الكلام مرة ثانية، ترى نعدتوها لي تصرف ثاني معاكم. أي نعم يبقى يا أي شيء له قيمة عاطفية عندي اتعمد إنها الدمرة. حين صحون صار لها 15 سنة عندك، حتى نقشتها محت تسوى الصيحة هذه اللي بينك وبين أختك. كم صحن لهم قيمة أكثر من أختك؟ خوينبه تبلا خويا ينبع ألف مرة. الكلمة الطيبة مفتاح القلوب،
تقدمي لها خطوة بتقدم لك عشر. ترى نحوم طيبة. طيبة طول. طل بعين طيبة. طل. يا بنتي يا حبيبتي، أنت بس صف النية وضف عيالك وعيال أختك وريحي قلبي. شنو يعني يما؟ بيطقك مثلا؟ ابوي ما يطقنا، عمره ما مد ايدينا علينا. اقصى ما فيه ينغزنا بعصاته، بس هالمره كلامه ما ريحني. انا بفهم شيء واحد يما، انت تكرهينها؟ حبت هالقراده، شحن فيها، هي اكرهها. شيفه شيفه والمعاني ضعيفه. بصراحه انا عن نفسي ما اكرهها. على كل اللي تسوي بامك وهم ما تكرهينها؟ لا انا اكرهها، واكرهها كره العمى بعد. أنا ما أنسى، حرمتني وحرمتكم من العز والخير والدلال، حرمتني من أبوكم، إذا أنتوا نسيت وأنا ما نسيت. يما إيش فيك؟ ترى إحنا كنا صغار ما نتذكر هالسوالف، أنا ما أدري إيش فيك كل شوي تذكرينا بسوالف قديمة. كل ما غسلت المواعين تذكري، شوفي إيدي شلون صارت. كان عندنا بدل خدامة ثلاث، وبدل الطباخ طباخين، كنا عايشين بعز وخير ودلال. لكن هي نعيمة اللئيمة، هي اللي فتنت، وهي اللي خربت الدنيا وعفستها على راسي. إذا أنتوا نسيتوا أنا ما نسيت، لكن أبوي يقول الماضي ماضي. لا مو الماضي، الماضي أخذ الحاضر والمستقبل معاه. شو أقول لك يا أم تركي؟ أنت حبل لي، أنت صيد لي، على أدنات الدون تزفني من دور النبي ونازل. ما كنا عيالي كبرين أصرخ علي قدامهم، لو حروا أن أبوي، أبوي مشيخها ومكبر راسها علي، قعدها إيه ويطلعني أنا برا، ليش؟ المساواة كازم المساواة بيني وينها؟ إيش معنى؟ ليش تكبر راسها على اللي صار راسها هالكبر؟ حرام عليه، ما يخاف رفو الله لا يفتر. إيش يقول لك فيني بجوة ما تكبر؟ البجوة وقفت بالعوي بس ما قلت حبيبتي السالفة مو سالفة كم سحن وانكسر. ما مالت عليها وعلى صحونها. أي حبيبتي هي للحين حاخدة عليك سالفة ريلها اللي مو قادرة تنساها. أنت إيش فيك علامتك؟ ريلها متسبب، يبي الشارع عليها، يبي أدنات الدون عشان يفتك منها ويطلقها. هو وحدة ما حد يقدر يعاشرها. بذمتك من المفروض يزعل؟ أنا ولا إيه؟ من المفروض يحقد على الثاني؟ أنا ولا إيه؟ أم تركي إذا أنت ناسية أنا أذكرك، ترى أنا هديت عيالي، هديت عيالي بزور صغار ورا بعض، واحد ورا الثاني، هديتهم هني هم وابوهم، وقلت لا اختي ما تروح بروحها، حرام اهدها بروحها وهي في ازمه هي وولدها. طقيت طريقي ورحت معاها، جابلتها بلندن اغسل وانظف واطبخ، وهي ما تدري وين الله حاطها، معلقه هالجنطه الكروس وتدور من محل لمحل ومن شارع لشارع، كل محلات اجوى الرود اللي يشحنون عرفوها. قولي قالت؟ قالت بالكذب؟ احط كم بيزه بدين خيتي تشتري لها شيء عن خاطرها ولا حق عيالها؟ ابد، ولا تدري عني تشحن بهالجنات وانا عوينات التلاقط. ومن وين تلاقي وقت للسوق؟ هي رايحه مع مريض؟ ايش هالقلب؟ هذه انت قلتيها، شفتي؟ ايش هالقلب الجاس اللي عليها؟ اللي هادى ولدها بين الحياه والموت، هادت علي انا شايلته وهي تفرفر مع ربعها؟ انا لو ما احبها ومصلحته ما فتنت على اللي اعرفه واللي ما اعرفه. بذمتك انت لو مكاني تفتنين ولا ما تفتنين؟ افتن وكنا العيد. يا بنتي يا ليلى، ذيك الايام ما في موبايلات، ابوك اتصل يبي امك، قامت امك يا سبيك وردت عليه، قالت ترى امها تسحب بالهبل من البنك بالبطاقه اللي اعطيت اياها، ولا تدري عن جابر مولية، تزور ربع ساعة وتطلع. بس يبا أكيد أمي مو قاصدة تخرب على أختها يعني. لا والله، إذا هذا مو التخريب على التخريب شان صاير؟ الله أعلم بالنوايا يا بنتي. طبعا حلوم أول مرة تسافر أوروبا، ويمكن غرتها الدنيا لأنها مرعوبة على ولدها. أكيد كانت خايفة يدي، وعلى حسب كلام أمي ما نزلت ولا تسوقت ولا شافت الديرة إلا لما طمنوها الدكاترة على جابر. على الأقل أنتوا كنتوا مع أمكم، إحنا اللي انحرمنا من أمنا، وما قصرت الخدامة، لعبت فينا لعب وباقت أبونا وموتت أمي قهر. كل شيء يا بنات مقدر ومكتوب. لو أبوك كفو كان سافر مع ولده، ما خلى أمك تروح وياه. ولو أبوك كفو
كان ما حط الخدامة على أمك. سنين وبنين وهم يعيدون يكررون بهالسالفة. هذه تقول لو ما هذه علمت ريلي وقالت إني أنا مهملة كان ما طلقني. والثانية تقول لو ما سافرت معاها وقضبت بيتي كان ما تزوج علي الخدامة. أبوك وأبوها عايشين حياتهم ومبسوطين، لكن أمك وأمها عاشوا على لو ولو ولو، قصروا حياتي وحياتهم. يبا هد أعصابك، ما عليك منهم، لا تشغل بالك فيهم، أهم ما علينا صحتك، مالنا غيرك يبا. عدل كلام هيبة، ترى ما همونا لو يقولون قصصهم مني لباكر، احنا بنات خالة قلوبنا على بعض، ما لنا شغل فيهم، صدقني كلش ما همونا. شنو ما همونا؟ انت تتكلمون عن بناتي امهاتكم اللي الجنة تحت اقدامهم. والله يدي انا ما ظني خالتي تحتري لها شيء. لا انت امك اللي تحتري لها شيء. يلا واصلوا المنظومة، واصلوها اجيال ورا اجيال. شامبو أذاني شامبوها. آسفة يبا، حقك علي، أعتذر. وأنا بعد آسفة يدي، ما كنت أقصد. ودي قبل لا تخمض عيني أشوف بناتي حلوم ونعوم إيدهم بيد بعض وأحس إني ربيت صح. ما ربها عدل، لو مربيها عدل كان ما حسدتني. عمرك سمعتي عن أخت تحسد أختها؟ ظالمة وما تخاف ربها، فضلتها على نفسي، سفرتها وياي ودللتها وعطيتها، وشايفتني، شايفتني عيوني مبققة ما نام الليل ما آكل أحاتي ولدي، وتالع كل هذا وتروح تفتن عليه أدريلي وتفهمه وتحشي مخه بكلام ما له معنى. حسبي الله عليها، الحين لو ولدها صاير فيه كذي كان ما هديت الدنيا ورحت وراها، لكن ماكو فايدة. الصدقين المصروف اللي يعطيه إياه تدزه لعيالها وتبلع معاي على هالشقاق. يما قلت شيء بس ما تزعلين مني؟ لا ولي سلمك، إذا يزعل لا تقولينه، ترى أنا مو ناقصة. لا بقول يما، الحين من كثر ما تشتكين منها جدامي ما تخافين بيوم من الأيام دي أكره أختي مثلكم؟ وليش تكرهين أختك؟ لا والله ليلى الحمد لله قلبها أبيض، مو مثل نعوم الحسودة الظالمة. تدري ليش تحسدني؟ لأني أنا أخذ دكتور وهي أخذت طرطور، أنا أخذت غني وهي أخذت حنطور، قصدي فقير. يما انتي مقتنعة ان ابوي طلقك بسبة بطاقة؟ انتي تدرين ان ابوي ما عليه قاصر وما تهمه الفلوس، ولو كانت هامته الفلوس كم ما عطاك بطاقة مفتوحة؟ حبيبتي عطاني اياها لشان هو متعلق بولده، قال لي صرفه ولا تخليني يحتاج لشيء، وانا قمت اعطيها واصرف عليها وتدز مصروفها حق يعلها ما تربح. وتاليات تدريش قالت له؟ قالت امورتك مبذره، لعبت في الفلوس، تشرر روحها، مهمله ولدها، كل هذا ما تبي الرأي اللي تغير؟ يعني ما في سبب ثاني ما متاكده؟ ايش عندك يا ليدي حليمه؟ يبا انا مو جاي اغثك ولا اذيك، انا ابيك تكون ريلاكس ريلاكس ريلاكس. يبا أنا جاي عندي اقتراح أرجلك تقبله بمساحة صدر. يبا أنت عندك مطبخ فوق، فش رايك ريلاكس؟ إش رايك أنقل أغراضي وأطبخ فوق؟ أنا ما أحب ريحة الطباخ. يبا ريلاكس، أنا قلت لك ريلاكس يا يبا، الله ذا أنت ريلاكس. يبا اسمح لي بس أشرح لك الوضع. الوضع جدا مزعج، فكرة المطبخ الواحد جداً جداً مزعجة، فأنا يا يبا متأذية، لأن أنا ما ببنات يحتكون بناتنا ما يعادونهم، قصدي يا يبا أن يغسلون مخهم، يعني بقصص كلش سيئة عني، كلش مي حلوة. يعني ذاك اليوم واحدة من بناتي جايتني تلمح لي عن قصة يا يبا جداً بابا ريلاكس، أنت ريلاكس، خلي أقول لك القصة جداً تافهة وجارحة في نفس الوقت عني. طبعاً أنت فاهم قصدي. ماني عارف ولا بي أعرف، وطباخ عندي ماضي. يا يبا انت ما تبي تكون ريلاكس؟ فاحنا المطبخ الواحد وايد مزعج، وايد صراخ، وايد لوية، لكن الافضل ان كلها مطبخ بروحها، وانا مطبخ بروحي يا يبا، كذي انت ترتاح، ماكو صداع. انت متى بتكبرين يا حلوم؟ اليوم الظهر بعطيك محاضرة. الحل ان تصادقين اختك وتخاوينها وهي تصادقك. يعني ما يصير اطبخ فوق؟
اذرفي بس اذرفي، الحكي معك ضايع والله. لو أدر بخرابة كان صوتي سمع. إن غسلت غسلة تسوى عمري كله من أبوك. زين؟ أنا ما قاعد أخانقك، أنا قاعد أوعيك وحافظ عليك من ربع السوء. أي ربع سوء يما؟ الله يهداك، أنا ما عندي ربع. والفضل لك ما تقصرين. تطنز حضرتك؟ ما تطنزي، ما بعد هذا الصج أنا ببقى علي رفيج، ما بقى أحد ما بعتي لا رفيج سوء ولا رفيج خير. تعليقك ما عجبني، وأنا ما بعدت أحد عن أحد. أنت شفت نتيجة كلامي، بغيت تروح مني بغمضة عين، كان انطبق عليك المثل يقول ثكلتك أمك، كان ثكلتك من زمان. يما هالسالفة هذه كل يوم تجيبي لي سيرتها، خلاص يما حادث من سنين والله ستر، خلاص عاد انسي انسي. ما أقدر أنسى، ما أقدر أنسى، كل ما تذكر قاعد أرجف. على أبو دارك ربع السوق قصوا عليك وخلوك تاخذ سيارة أبوك وأنت راسك ما وصل السكان. زين اللي ما رحت مني، كل ما تذكرت هالسالفة حس قلبي بيوقف. أنا مذكول خالص يا يما يا حبيبتي، أنا ما عندي لا ربع ولا عندي سيارة ولا عندي شيء، حتى اللي يرانا أسلم عليه وما يردون علي، حافي منتف ولله الحمد. أنا كل اللي أبيه أنك تترك هاللي اسمه عبد الواحد هذا، عبد الواحد طوله وعرضه واحد نصور هالمربع هذا. نصور صار عبد الواحد يما؟ لا عاد إلا نصور، نصور مو موذي أليف. اسمعني يابر. أنت يسمعيني يما، أنا نصور ماني حاده، أنا بكلمه وهذا ولد خالتي، وإذا عندك اعتراض مو مقتنعة روحي كلمي العود. سوسة طول عمرها سوسة، شايخة علي ليش ما أدري شايخة علي، هذا وأنا ضحيت علشانها، هديت أولي والتالي وجابلتها مع ولدها لما طاح مريض، لكن ماكو فايدة منكر حسنة لا حمد ولا شكورة. المهم مع الشمر بنطردني منك. سجلك متكفو يا يا، اسولف معاك واطلع حرتي وبرد قلبي تقولي بطل الدرج اللي منك؟ ايش تبي من الدرج؟ هو اشرطه سياسه داخل في شريط، اعطني شريط. شريط هذا نعم، هذا هذا مو هذا المصار من هناك، هذا استغفر الله، هذاك هذا مو هذا نصيص هذاك فكر تام سكر، هذا ابو كبر شو اسوي فيه؟ هذا كيف تحط المسلسل؟ ايه في داخل لحم. شو اسوي؟ تفضل يلا اسمع. تقلدني بكل شيء، جبت ولد يا بت ولد، جبت بنت يا بت بنت، جبت بنت ثانيه يا بت بنت ثانيه. في شيء ناسيته، أنا تطلقت وهي مو تطلقت، أقص شعري تقص شعري، ألبس حمر تلبس حمر، ألبس شب. يما عندي سؤال مهم، شنو سبب العداوة الصدق بينكم؟ آي رازي 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 يعورني، رازي يعورني. بسم الله عليك يما، بسم الله عليك، ان شاء الله عدوينك الظهر هذه حاله نفسيه يما. ايش قالوا لك مينونه؟ لا مو قصدي يما، بس انتي كل ما تعصبين وتقعدين تصارخين راسك يعورك. زين ايش رايك اوديك الطبيب؟ اه رازي رازي رازي، لا تفلسفين وقومي نادي اخوك خلي يوديني الطبيب. قومي اخوي اذا صار بالليل ما يسوق يما، قومي انا اوديك. قومي ما ابي يسوق، ابي مرافق معاي. كل هذا عشان ما يقعد معنا الصور؟ مو شغلك، وقومي ذل في نادي يلا يلا. يما اذا ما قعد معاه اليوم بيقعد معاه باكر، كل يوم بتقعدين تسوي له افلام. اي جليس الحين انا اسوي افلام؟ ليش معصبه علي؟ انا شكو ما تبين تروحين مستشفى كيفك؟ ايش رايك تروحين تريحين بدارك؟ اه جليلة حية والله يا يبا، انا خايف من كثر ما امي تشيشني على خالتي، اكرهها صدق وتعقد. لا لا كلش ولا الكراهيه، الكراهية مثل السوسة تنهش في الإنسان لين تدمره. زي والحل؟ الحل بديهم ما هو بديني. يدي أنت قاري كل هالكتب هذه وما عندك حل حق خلاف، إيش دعوة يعني يدي؟ الله يهداك، يعني ما أدري أنت حاط هالكتب هذه بس شكل عشان يقولون مثقف؟ مثقف بعينك، رد الكتاب مكانه، لأن هذا كتاب ثمين. ثمين؟ كم يساوي؟ يدي أنت وعدتني تترك لي المكتبة مو كذي؟ لحظة يبا، النص بالنص، أنا بعد بربح وانت بعد تربح.
من كثر ما يطقطق ودندن بهالعود ضيع. هذه مكتبه يتوارثها الاجيال بعد اجيال، هذه ماضي وحاضر ومستقبل. ايش رايك فيني يبا؟ مفكر تبيعها يا جبور؟ امي وامك خارج نطاق الخدمه، هذا اتفاقنا ولا نسيتي؟ ما نسيت، بس لو تلاحظين كل سالفه بهالدنيا توصلنا له. انا مو توعرف احنا ايش ذنبنا، ايش ذنبنا بهالسالفه القديمه؟ السالفه مو راضيه تطلع ابدا من راسهم، يعني مرت عليها سنين طويله، يعني خلاص عاد. انزين قولي لي متى بتوريني اياه؟ منو اللي تحبينه؟ رفيجتش. وي من يقول رفيجتش؟ اسمه حبيبتش. انزين متى اشوفه؟ الحين مستحيل مستحيل، لما يصير كل شيء رسمي ما اقدر اغامر. يقول لك المثل، اقلب الإدرة على فمها تطلع البنت لامها، بعدين تاخذينها مني والماضي يعود. حبيبتي هالكلام ينطبق على امك مو امي. لا تزعلين يا جميلتي الجميله، اتغشمر معاك فيك. هذه مو غشمره وهالسالفه ما احب اسمعها مره ثانيه. اوكي خلاص جمول حقك علي، لا تزعلين. انزين بشوفه. ولا في الاحلام انت ايش فيك؟ ليش مغروره كذي؟ والله عاد بس خلاص عاد، لا تخليني اتحسف اني علمتك. لما يصير كل شيء رسمي ليش الساعه شوفي. اقول سبيكه، انا فكره اتغير. يعني اشيل حل ام مخي، مو ليا ولا يبطاريها ولا سولف عنها، بس خلاص مليت تعبت. انا اقول إذا حاولت أحكي فيها أو أجيب طاري أو أقول أي شيء ذكريني بالأشرطة. عين العقل يما، ما شاء الله عليك مرات تطلعين فيها كذي بأفكار. أمي خالف يما، حتى لو غلطت عليك تتم أختك العودة، مسامح كريم. تخسي وتعقب اللي أسامحها؟ يما الأشرطة خلاص الله ينتقم منها. يما ينتقم من عدو. ناصر لجيتني، تبي تغني تبي تدندر، روح دش دارك يا اخي ذبحتني. شنو؟ لا تخرب المود، مركز انا يا اخي. يا همي اي مود، روح مود زين، روح مود بدارك ذبحتني. يا مركز ماني قادر يا اخي. انت ايش تبي؟ يا صار لك ساعه تعالج بهالقلم، اكتب لك سطرين فكنا. مو قاعد اعالج منك ابي اركز. عندي كتابه تو ياني الالهام بهالهدوء هذا، انت تلجيتني باغانيك ومودك. ايش كنت تبي من يدي؟ مو شغلك اصلا. قول عشان اقول لك. اصلا انا اعرف ايش تبي من يدي. صمت ولا تدري اصلا، وانا بعد ادري بس استعبط. يا ليت تشيل الفكره من راسك وما تحن على يدي، لانه ما يقدر يمول مشروعين بنفس الوقت. انت مشروعك فاشل، انا مشروعي مضمون. لعلمك انا اللي غلطان اللي قاعد معاكم، انت اللي فاشل مو انا. حياك الله. حياني الله. ها انت انسان فاشل وكله تروح تطق رقبه وتروح تسوي نفسك يعني كلش ويا ربعك، وتروح تغني ببلاش وتيجي هني تصير ملحن على راسي تدندن بالعود. عبالك انت يعني ملحن؟ الحين اسكت، وبعدين راح تتحسف على كلمه فاشل. والله شنو مسوي؟ والله ارقص في حدودكم كل يوم. والله زينه ودش هني كل يوم بحدودكم افجرها. والله كنت متوقع القعده هني، المكان الوحيد اللي فيه هدوء. تصدقين الحرب فيها هدنه، حربهم هذيل ما فيها لا هدنه ولا غيره. متوترين وموترين معهم، ما ادري متى تهدى الاوضاع. ما تعدل الا لما تموت امك او امك. عفا عفا يا امون، تمنين الموت حق خالتك؟ لا بس سالفه تير سالفه. ماشي مقبوله منك يا بنت خالتي. أنا بعد سامحتك على فكرة. شوف هالكتاب؟ ما أعرف إيش جابت لي إياه، قالت لي خوش كتاب ونصحتني أقرأ.
ما في منه بالكويت. اخوها جايب لها اياه من بيروت. انت قراتي؟ انت تعرف اني انا ما احب ابدا اقرا كتب، واذا مسكت كتاب يجيني النوم. هي تقول انها قرات الكتاب مرتين بليله واحده، مع انه وايد. ما شاء الله عليها، رفيجتك مبين عليها قارئه، الله يعافيها عليها. هالوقت ما حد يقرا. تدري شو اللي عجبني فيك؟ اصرارك ومثابرتك على طلب العلم. اي علم؟ ايش فيك انت؟ انا ابي اصير كاتب مشهور وكتبي تطبع كذا مره، الطبعه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، وتترجم الى جميع اللغات. ابي اصير واحد مشهور وافوز بجائزه نوبل. ان شاء الله يا رب ان شاء الله تفوز. اصلا يفوزون مو احسن منك. ايش فيك انت؟ تكلمي صدقي انا. يا رب يا جابر يا ولد حليمه، الله يعطيك على قد نيتك. يا ربي الحين وين اروح؟ وين انام؟ كسري صوتك، يعني شو اسوي؟ اطردها من الدار؟ تقول تخاف تنام بروحها، تخاف تتعب. امي صايره وايد غريبه، صايره وسواسيه. وانت وين كنتي يا الحزه؟ وين كنتي؟ مو شغلك، عندي موضوع اهم من كذي. موضوع الحين صاير فريش، بقول لك اياه الحين. وامي هني؟ هلا والله. تبي نذبحنا؟ ما اقدر الحين، بقول لك اياه. شنو قولي؟ امون انخطبت. اي امون؟ اي امون؟ يعني امينه رزق مثلا؟ امون بنت خالتك انخطبت؟ مصيبه. علي نايم خلت حيلي. يبا 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 وحطبه. ايش عندك يوم قعدتني من النوم؟ سلامتك يبا، بس انا جبت لك الحبه راح تريحك وايد. حبه منوم قلت اخذها علشان تنام نوم عميق. اليوم كسرت خاطري يا يبا، طول الوقت وانت معصب. قلت انا تنقصتها لك، قلت انا ماني ماخذتها، اخر واحده عندي. لا ابوك لا ابو حبتك، حم قعدتني من النوم عشان تعطيني حبه منوم. هذه خير يا يبا، هذه غير، هذه تسدحك موليه ما تقوم عقبها. يلا عاد بالفنجان جلعي جلعي برا. يلا برا تعالي قولي لي ايش عندك جايه؟ انت عندك شيء؟ منتي خاليه ايش تبين؟ بس يبا ما بيك تعصب علي، انت ابوي ولازم اصارحك واقول لك كل اللي داخل قلبي. يبا انا ما ودي اقعد معها بمكان واحد، وهالطابق ما في احد غيرك انت. انا قلت يعني بعد اذنك واذا انت وافقت اني اي اقعد معاك هني بنفس الطابق انا وعيالي، نعزل احسن. لا ما حد يعزل هالطابق، ما حد يسكن فيه غيري. انت تسكنين مع اختك تحت. يلا اعطيني الحبه وظلفي. يلا اوجع يوجع قلبك يا الدقس. انت شو منومك بحدودنا؟ مو قالتك لا تتعدى على حدودنا؟ ايش دراني انا؟ عبالي اختي ما شفتك. عمي شو منومك هنا؟ خالتي الله يهداك تبغى تكسر العودي. خالتي خلخلت عظامك بلا. قاعد اقول لك شو منومك؟ شو مدخلك حدودنا؟ ما راح اقول لك ايش انا قاعد هني. بعدين انت ايش فيك خالتي الله يهداك؟ دش علي عكس السير كنش تاكسي السهره، كسرت ريولي. شوفي عشان تشوفين ها؟ منا غرفتي، منا غرفة امي، ومنك غرفة البنات. بعدين انا قاعد بمنطقة محايدة بين ارض العدو وارضنا احنا. وليش ما تخمد بدارك؟ شوفي خالتي، هذا المكان حلو اصلا، لذيذ، يطلع المواهب. اي مواهب؟ تصدق روحك؟ انت عندك مواهب، انت لو عندك مواهب كان الدنيا خربت. انت ايش قاعد تسوين هني؟ انت ايش قاعد تسوين هني؟ انا اطمن على ابوي. وانا اطمن على ابوي؟ ليش هو ابوك بروحك وانا مو ماني بنته؟ اي والله اطمن على ابوي، مساعيته، اعطيته حبه منوم بعد عيني عشان ينام ويرتاح عقب القذى اللي شافه من بعض ناس. اعطيته شنو؟ حبه منوم. سممتيه يعني؟ يابا لا يا يابا لا. شوف يابا الله يحبك انت، انت الله يحبك اللي يابني قاعده ولا ببالي اني اطلع فوق، فجأة لقيت شيء يقول لي روحي ابوك بحاجتك، جيتك اركض يا يبا عشان انقذك. هذه الحبة فيها شيء، ما اعطيتك اياها الا فيها شيء يا يبا، تقضي عليك. لا تخاف لا تخاف، انا الله دزني لك. يعني هاتف يقول لي روحي بسرعة 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 ابوك يبيك. يبا شوف انا هذه باكر بوديها احللها، انا ربعي كلهم يتعاونون وياي، لا تخاف، بطلب ارجنت بحللها. إذا طلعت فيها سموم ولا فيها أشياء؟ يمه 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 يمه. بقدمها للنيابة
وفيها تهمة مباشرة تقول بنتي ما بنتي. يبا القانون لازم ياخذ مجرى حتى لو انت تنازلت في حق عام. يلا خلاص عاد روحي يلا 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 برا برا. شفت اختي يبا؟ هذه اختي شفت شو تسوي فيني؟ يبا بتلبسني تهمة بتسويني مجرمة. يبا بتسويني مجرمة. كبرتوا وشيبتوا وعيزتوا وما كفايدة. الصبح أعطي محاضرة والظهر أعطي محاضرة. شفت يبا؟ شفت سوت فيني؟ يبا دائما تسوي كذي مو بس معك أنت تشوه سمعتي عند الأول والثاني. يبا 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 أنا أنقذ حياتك. أنقذ حياتك لا تنسى أنت أنت قاعد تخربي. يا يبا يبا يلا بس عاد بس. الحين أنت أنقذتي حياتي من الحبة اللي جابتها أختك. يا يبا انا عارفك انك ريال فطين وعندك حنكه. تصدق هالجلده هذه تصحي محبوب تشتريها محبوب الا اذا كانت تضرك؟ يا يبا ايش فيك الله يهداك انا قلبي عليك. انت تفكيرك فاسد. انت انسانه مريضه مو صحيح اللي تقولينه. انا يبا انا اسمك يبا انا ايه ايه تسلمي. لا 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 تكسر خاطري يبا والله الحبيب. لا تكسر خاطري يبا صدقني والله. ايه تبي تسمك عشان تعور قلبي برحيلك المفاجئ. نعيمة يبا روحي انتي خلاص روحي بارك الله فيك. يا يبا شو تجي تكلمها بحني الله هداك. روحي يا نعيمة وخليني مع الخبلة هذه اختك. يبا يبا انا العودة شو تحاشيني كذي الله هداك. ولا كلمة. الكتب الرخيصة اللي تقرينها غيرت اللي بعقلك. هات اللي بيدك هاتي. يا يبا على الأقل خلي نحللها. هذه لا يؤتمن لها نعوم. أعطي الحبة وطلعي يلا تحرك. أعطي الحبة يلا تحركي إن شاء الله. حرك يلا إن شاء الله. هاي القهر. ييتي تعالي. أنا عمري ما راح أسامحك على اللي سويتي. هذا اتهام ظالم. أنا اسم أبوي. أنا اللي ما تخافين ربك. أنا كذي يعني قلتي أنا ورددتيها بتطلعين بريئة وتبين أسامحك؟ ما راح أسامحك. لا تسامحين ولازم تسامحين. حبيبتي اللي على راسها بطحة وانتي على راسك بطوح. حبيبتي أنا والله لساني عفيف ومن أسر متعففة وما عندي بنات الخطبان بالخشب والدس. بعد رديتي على بناتي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله عليش انت يا ام الدوابير. حتى على ابوي خاشة شلون بتزوجينها بدون علمه؟ هو 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 انت ايش تقولين؟ من بتتزوج؟ امون يزور ايش ما تدرين امون الا بعد كان ابوي يدري وما قال لي. هذه علوم بعد. امون بتتزوج؟ من بتاخذ؟ اي تظهري بالبراءة تظهري. والله ما يهمني تزوجوا ولا قعدوا. يكفينا بناتي أحلى منهم وألف واحد يتمناهم. سبوج أختك وينها؟ يما أكيد تلاقينها مكان ما في البيت. ما هي موجودة لا في المطبخ ولا في غرفتها ولا في غرفة يدك ولا بالصالة ولا بالحوش. وين تكون راحت؟ سبوج إيش عندكم؟ العدو يعرف أسراركم وأنا أمكم أقرب الناس لكم. ما أعرف عنكم شيء؟ يما الله هداك إحنا من ولنا أسرار ما عندنا شيء. إيش فيك؟ لآخر مرة أسألك أختك وينها؟ يما الله يهداك أختي مو ياهل. إذا ما لقيتيها بالبيت أكيد طلعت. ليش؟ هي متعودة تطلع الحزة؟ تطلع من غير ما تعلمني؟ تطلع وأنا خبر خير؟ لا يما الله يهداك أنا ما قلت أختي متعودة تطلع الحزة. أنا كنت أقول مثل بس. ساعة 10:30 تطلع الحين؟ لا لا أنا أدري. نحاشت. قولي لي نحاشت. نحاشت؟ إيش دعوة يما نحاشت؟ نحاشت الليل نحاشت نصور بس ولا كلمة. أنا الأم هني فاهمين؟ يما أنا بعرف أنت إيش تستفيدين إذا سببتي هاللوية هذه كلها. يما عفية الله يخليك لا تطلعيني مو كفو ما حفظ أسرار فشلة. أنا محذرتك إنك ما تتكلمين معاها ومثل ما يقولون الصاحب ساحب. ويا ما قلت لكم لا تخشون عني شيء. الله أعلم الصاير. شوفوا إذا مسوين شيء قولوا لي. شوفوا أمها ما تدري عنها. أنا مو عندي شيء. بسم الله عليك يما. أهدي أهدي يا يما. حاشت أختي حاشت انحاشت. وضحتنا حسبي الله عليك. اتفضل حق الشماتة. شماتة الأخوة الأعداء. الحمد لله
هذه نتيجة عدم التربية، واسم الله على عيالي اللي متربين وزينهم. يما الشماتة مو زينة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اي والله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويعلهم بهالحالة وردة، قولوا آمين. شفتوا؟ هذا اللي خايفة منه، هذا اللي كنت خايفة منه الشماتة، شفت؟ يا حسرتي قلبي 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 على قلبك خليني بيج ماي يما. يا حسرتي. يما هي الساعة كم انحاشت؟ ودي أذبحك وافتك منك، ما منك فايدة ولا عايدة. وانت شوفي بذمتي ان ما سكتي لا تطلع حرتي فيك. بسم الله يا رب. شوفي عاد لا ترفعي صوتك صوتك ما تلعب. يا جماعه اهدوا شوي اهدوا، وش فيكم؟ سمعوا السالفة؟ يما لا تظلميني، سمعوا اللي صار. حسبي الله عليك يا برو، الحين هذي شفيها زود على بنات خلق الله؟ طاح حظك وحظها وحظ امها، فضلها على امك خواتك. مالت عليك يا امون، هذا وين ينحب؟ مالت عليك تحبين هالدر وولدها النسرة؟ ما تبيني اعرفه ها؟ وانا اعرفه عز المعرفة، هذه نهاية الصداقة اللي بيني وبينك؟ صداقة بعد صدقي معاهم؟ يما الله يخليك، لا تخلي المواضيع الجانبية تأثر على الموضوع الرئيسي. شفت اختك يا نصور؟ سوى دوي شفتها والله يا خالتي يا يمه. سمعوا صبروا وسمعوا بعد تبدي خالتي قبل امي. حسبي الله عليك قول امين. تخلخلت عظامك بلا تخلخلت عظامك، نحن بدارك ما تستحي على وجهك. بنت صغيره يتيمه تقص عليها. ابوي مات يمه؟ اي كنا ميت يعني الموت، دامنا ما يسأل عنكم كنا ميت. يمه اهدي زين سمعوا منهم. انا بفهم شغله واحده، قالوا البنات بالدنيا ما بقى بنات، ما لقيت تحب لهالبربريه. هاي يا امون بتقهريني عشان تحبين جبور؟ ماكو غير جبور، انت شفتوا وين جبور؟ شفتي ايش يسمونه مع الجبور اللي هني؟ يا جماعه خلاص تمت، احنا الريايل واحنا نحل الموضوع. لو سمحت تفضل معي فوق. ومرت عليك بدل ما تقول له تعال وتكوفنا وتذبحها، تعال معي فوق. كوفنا فما خير خلي مدي داعي. شوفي عاد انت قد محدودك يلعب. شو تسوي ماسك صبع ايد اختي؟ شو تسوي؟ يبا شو فيك انت، ما تعرف تميز بين ايد اختك وبين الكتاب؟ انا اللي مسكته كتاب. ايه مدت ايدها بيدها الكتاب، اخذت الكتاب، كل اللي بيننا كتاب. بعد تقولها بويهي؟ لا تعظني. يعني العلاقة عميقة يا خاين العهد والوعد. أي وعد فيك انت كتاب؟ أنا أنت أصلاً واحد ما عندك سالفة وإنسان خبي، ما تفهم ايش فيك، ايش قاعد أقول لك أنا؟ ما بيني وبينها شيء. يبا إيه كل مرة تجيب لي كتب من رفيجتها، ورفيجتها هذه عندها مكتبة فيها أمهات الكتب، وأنا أحترم أمهات الكتب. أنت احترم أمي وأمك قبل يا جبور. إلا الشرف بشرفي ما بيني وبينها شيء، ايش فيك أنت من صدقك؟ يعني ما بينك وبينها شيء؟ تبين احلف لك عشان تصدق؟ ايه قالوا حق الخاين احلف، قال ياكل فرج. والله احلق لك والله. هني اشيل هني اخي وخر، انا انسان محترم واخر واحدة افكر فيها اختك امون. لا والله لا يكون عبالك انت احسن من اختي. بس اخي لا احسن ولا اسوأ، هي مثل اختي. اي واحدة فيهم؟ ليلى. بس انا احس انها أحل من جميلة. جميلة مو سيئة لكن لا، ليلى خير. ليلى خير اللي بيدها مو لها. أنا ما ليش أحب سبوج أكثر، سبوج حبيبة وصج، المفروض واحد ما يفرق بين عياله بس خواته عادي عادي. سبوج حبيبة بس أنا ما أدري ليش فضلت أمون على سبوج. أمك وأمي لا يلعبون براسك ويخربون الصداقة اللي بيننا. يا يما ما يصير دومش قاعدة على الدريشة اللي تطلع على بيت الإيران تراقبينهم وتصوخين عليهم. حشا يا يما، أنا ما تصوخت على حد بريئة، أصلاً أهم اللي فاتحين درايشهم والهوى هو اللي يجيب الأخبار. أرد الهوى؟ لا يا يما أموت. يما أنا أقول لو تروحين بيت الإيران تتسمعين عندهم الأخبار على الأقل ما في تشويش. تعال أنت باللي دازك علي من يوم ما رديت وانت رافع خشمك. أرفع عليك بس يا يمه، أنا أرفع خشمي عليك؟ ما عشت ولا كنت، بس أنا ما أحب الفضول اللي ما له معنى. ومن قال لك ما له معنى؟ أصلاً أهم اللي موصيلة دور لها على ريل، باكر بالله يجيب لها معرس، وأنا على وجهي ما أدري عن شيء غير السالفة تطيح براسي. البنت ما عليها كلام، وكله سوء تفاهم.
ما بحس. تدرين يا نعمة صار بولدي شيء؟ لا تلومين الا نفسي. ليش الوم نفسي؟ انا يكفي اني مخليه ولدي قاعد مع ولدك يسمم افكاره. احمد ربك مخليه ولدي قاعد مع هالدقص وحش الغابه ولدك. ولدي مو هو وحش وتمني كلامك احسن لي. وحيد المطرقه كسر الباب. شنو؟ ايه كسر الباب طبعا. يا حلوج عاد هي مصايب وخراب بيوت بعد وماني صالحه. انا صالحه منك بالشحم. ها لا انت تصلحينه انا انقي الخشب وانقي اللون وحتى الاوكرا. ايه كذا روحي. خلاص خلاص لا تتهاوش. انا عندي فكره. شنو؟ جايب لكم المفاتيح سبير وجربوا. روحي ان شاء الله. هو لو ان اخوك كان انا ما قلت لك ما بيك تعرفينه، بس الظاهر انت ذاكرتك على قدك. انت اصلا مو كفو ثقه. وانت ليش ما تثقين فيني ان شاء الله؟ لانك فعلا مو كفو ثقه. انا للحين ما قلت لك شيء ورحتي نشرتي الخبر. حرام عليك، انا ما نشرت شيء، قاعد اسولف مع اختي بيني وبينها، ما توقعت امي تسمعني. وليش اصلا تقولين حق اختك من الاساس؟ يسلم. وانت ما تقولين حق اختك اسرارك؟ امبلا طبعا اقول حق اختي. بس خلاص انا قعدت مع اختي واسولف لها عن اسراري عادي. انت تسولف لها عن اسرارك مو اسرار غيرك. انزين بس اصلا انا ما عندي اسرار يعني، فعشان شي قلت اسرارك. لا والله، علشان انت ما عندك اسرار تروحين تقولين لها اسراري؟ هذه انتهاك حريات، هذه اصلا خيانه عظمى. حلفي والله. امبي انا ما كنت ادري صدقين والله. اسفه 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 والله. شو الفايده؟ ايش بعدها اسفه؟ ايش فيك انت بعد خراب منطق؟ ابي شلون اشيل الفكره من راسهم؟ انت دمرتيني. شنو؟ انا ما دمرت احد حبيبتي، وبعدين الغلط عليك انت. حاطه ايدك بيد اخوي كذي، حتى اللي ما عنده شك وما عنده ذره احساس بيحس ويشف. شو اني ما تراه انت معاك؟ لو متراهن معاك كان مزحفني الحين، كان خليتني اقرا مكتبه يدي كلها. الحمد لله. شلون تلعب؟ هين قمار؟ لساني صار عوي من كثر ما قاعد اقول لك لا. شنو يعني لا؟ عيل منو؟ انا لازم اعرف الشخص المشتبه فيه، يعني تعتقد واحد معاها بالدوام؟ انت شو اللي خليك مصره ان عندها احد؟ عندها، لان هي قايله حق جمول، وبعدين البنيه كلها سرحانه وتسمع اغاني وما ادري شنو، اكيد قلبها في شيء. عمون على عمون عندها احد؟ ايه هي معترفه حق جمول بعظمه لسانها. ايش فيك؟ هاي جبور لا تسوي الحركة تنرفزني. هالحركة تذكرني بأمي لما يكون براسها شيء، يعني مصيبة كذي شيء كبير. أقعد معها بساعات البنية ولا لاحظت منها شيء. حتما هي سهلة. أنا من زمان أقول إن عيونها فيها خموض. سمعت. أمون ما عندها الخرابيط، وحتى لو قالت شيء حق جمول فهي كانت تتغشمر. أنا أكثر واحد أعرفها فيكم أصلا. أنت شو تقولين؟ بذمتك عاد ما طر على بالك هالشيء؟ لا ما طر على بالي. وبعدين كلها كم يوم بيقول لهم سالفه جديده ينشغلون فيها. امه من صالحها تنسى لانها اصلا ما تبيك، بس امي صعب تنسى او تنشغل. اصلا امي اللي مستحيل توافق. يا ماما امي وين لها كلمه عقب كلام ابوي العود؟
جابر مو لاقي أحسن من بنت خالته، وأمينة مي لاقي أحسن من ولد خالتها. بس ما يصير يا يبا، ما يصير. أنا ولدي ودي بنتي تاخذ ريال سن تكانة يشتغل. وأنا بعد يبا ودي بمرة سنة حق ولدي متربية أخلاق مؤدب. وأنا ودي أقوم أعطي كل واحدة طراق على وجهها، واللي يبي الستر حق بنته والزين حق ولده ما يسوي فضايح بالليل والناس نايمة. تعبالكم جيراننا ما سمعوا؟ ما ترسيرة عيالكم كلكم بنتك وولدك على كل إنسان بالفريج. يبا هي اللي كبرت الموضوع قامت صارخ عليه من قمة راسه. يبا حتى هي صارخت علي من قمة بطنها. يومنا أنا صارخت عليها. يبا شلون أناسب واحدة مثل هذه؟ ما صار حق بنتك شيء، وهذا احنا بنلم المتعوس على خايب الرجع، ويا دار ما دخلت شر. اي شر يا عيب الله، هذاك ويا الشر بعينه وعلمه. انا الشر؟ انا اعلم ابوي ايش كنت تحطيني في كريمات الوجه؟ يبا الحين وجهي انا وهي مو كذي اول، هي اللي قطع الصار فيني وسبك، هي تحط لي ما شنو في كريماتي. يبا انا بكلمك بعقل. تدري انا ذيك الايام ليش تلوم بطني؟ تروح مطبخي وتحط شيء بالبهارات. لا بقراشك على ببهاراتك. شوفوا عاد انتوا لا تصيروا كذي مثل شرايط مثل حليم الريل. جابر بياخذ امينه وانتم تحطون ايدكم بايد بعض، الواحده سوت شيء للثانيه لا تلوم الا نفسها. يبا انت ما على كلامك كلام، ما نقدر نرد عليك، انت تامر. بس يا يبا اذا ولدي بياخذ بنتها لازم مدور الجت اللي عندها ياخذ واحده من بناتي. إيه يبا أنا ما عندي أدفع مهر، وبنتها ما تستاهل ربع دينار. خلاص راس براس وفكر فك. يا أهل البيت يا أهل البيت، يلا صباح خير. يلا وصلت أم السعف والليل. صباحك الله بالخير أبو حسن. أنا مو بواحد، اليوم الجمعة الزيارات الخميس بس فقط. ايش دعوة يا حافظ، الجار للجار يا ابو حسن. تصدق عاد انا البارح ما غمضت عيني، بس يوم اني سمعت ان عمون يعني ما فيها شيء ارتحت. اي سبوت سبتو خير بخير. تعالي قلبها. انا غلطان اللي ما سديت الدريشه اللي بيننا وبينكم، كان افتكيت من CIA. انا مو قايل لكم لا سمعتوا خرخشه الذهب عند لطوف سكوا البيبان قصروا حسكم؟ وي يا ابو حسن، ما حد ينام بذهبه بالليل؟ انا افسخهم عن الخرخشه. عيب تجسسين على الناس، انت بتدشين النار يا مره. هم اللي صوتهم اهلي. بعدين تطمن انا ستر وغطى. الا اقول لي شنويتوا علي الحين؟ سبوت كان يبا يمك. خلي جابر وناصر يوافوني عند القهوه ان شاء الله. يعني وانت ما ترايح دكانك؟ هذا مو شغلك. ما تلام مو علي عليك، مالك وجه تجاب لحد. اغضب لسانك يا مدام. اي مدام يا حسرة، مو علي علي، من مات بو تركي وانا سنجل ارملة. هو افتك واحنا اللي ابتلينا، ابتلشنا. كان يوم اخبر اللي شرت عليه وقلت له تعال خذ هالبيت، على بالي بتصير جيرة عدلة جيرة سنعة. واللي يرحم والديك مات وهو يدعي عليك، قصيت عليه قلت له بيشوف التثمين وهو مات ما شاف شيء. انت على بالك زين اللي تسوينه، تدورين من بيت لبيت تنشرين اسرار خلق الله. لا تطلع علي اشاعات، انا ما نشرت شيء، اصلا مو طبيعي انشر شيء ما صار. يعني ما قلتي لحد؟ لا عاد لا، الكذب خيبة بصراحة. يعني أنا سألت أم علي قلت لها سمعتي شيء البارح؟ قالت لا. قلت لها عبالي سمعتي إن حليمة ونعيمة تذبحوا علشان. بس 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 يا جارة السوم، أنا بيتي تعذرك، امشي اطلعي برا، طلعت روحك طلعي. أفا يا أبو حسن، ايش تبي الناس يقولون عليك؟ طرد جارته وهذا، وانت تعرف حقوق الجار؟ واي جار رفيج عمرك اللي مات بسبتك؟ حرام عليكم حرام عليكم يما، شلون تزوجوني؟ مو كيفكم تزوجوني؟
ندري مو بكيفنا، لكن هذا بكيف يدك. انطاعك الزمان ولا طيعه؟ يا ربي ما نقدر نقول له لا ولا نرفض له طلب. هو اللي ضافنا واللي وكلنا واللي شربنا، نقول له لا؟ يما ما احبه، حرام عليكم، انا اخذ جبور ما احبه ما احبه. وانا انا احبه واطمه بعيشته الله، وهذا المطلوب. لا تحبينه، سودي عيشته، خليه يكره اليوم اللي لمس ايدك فيه وانت تعطينا الكتاب. يما تدرين انا شنو راح اسوي اذا غصبتوني؟ راح انحاش من البيت. تخسين اللي انت تنحاشين، وعيوني سويتي شيء غلط، اشقق الجواز بالعماله واقطه بالزباله. قالت لي ام تركي ديري بالك البنات مالهم امان، بالذات امون. وعلي انت لين متى تفكرين بنفسك؟ ما تفكرين في اختك سبوج؟ سبوج اللي خاصت من العنوسه، انسلت وهي عانس. وانت كذي كل ما حاكيت قاعد تبكي بكين والدموع اربع ارباع. مسحي دموعك اهو، مسحي دموعك. فكري في اخوانك يا يما، سبوج خلصنا منها، راحت ماكو منها فايده. لكن نصورها اللي يعور القلب، نصور يضيع مستقبله، مستقبله بيضيع يا امون. نصور اللي الكل بيحبه يموت عليه، بنات الفريق كذي ورا. اخيرا يتزوجها اللي تحبيه، اللي ما تسوى ظفر من اظافره. يعني الحين انت خايفه على نصور ومو خايفه علي انا؟ انتوا ظالمين يما، انا مستحيل اخذ واحد انا ما احبه. انا بروح حق ابوي العدو واقول له هو ما يعب الظلم. كلش ما في خصوصيه يا ام تركي، بموت بموت بموت. طقت شبدي، مشاركتني بالصاله، مشاركتني بالمطبخ، بالحوش، بكل مكان، واقول ابوي مو راضي. لا والحين بعد تشاركني ببنتي وولدي. ويعني هذه السوات تسوونها فيني؟ تروح علي عمولتي كذي بلوشي؟ رايزه انت ويا عمولتك. ابو درج قاعد تاخذين نص معاش بنتي كل شهر، وللحين ما جبتي لنا شيء سنع. هي مو سنع يا بي، بعد واحده سنع. هو وتقولين ابوي هي؟ أه؟ شايفه على بنتي بالله؟ لحظه، ايش فيك انت زعلانه علي؟ ايش فيك على كذي من الصبح؟ هدي شوي، انا ايش قلت؟ قلت السنع يدور على سنعه، وكل اللي قالوا لي ادور لهم يعني طلعوا مو يعني ذاك الزود، علشان كذي ما جبتهم لكم. لا والله، اشوف قبل اسبوع رحتي خطبتي بنت شروف الحوله العويه، ويبتي لها معرس مهندس ومعاشه الكثر. المهندس اللي تقولين عليه طلب مواصفات معينة، أنا ما لقيت إلا بنت شريفة. بعد بخاطري شيء. يو يا حليم الله يهداك، أنت كله خاطرك متروس، تخليني أتحسب أزورك. أنا ماني لئيمة ولا أحب أكتم، أطلع اللي بقلبي أول بأول، ماني مثل غيري. وللحين ماني ناسي أنك أنت اللي قلتي حق سيئة الذكر نعوم عن المستشفى. وأنا ما نكرت، قايلت لك إذا ما تبيني أعلم حلفيني، وبعدين هذه يعني سالفة قديمة، حسبالي يعني إنها هي تدري، وتعرفين هاد سوالف حريم سالفة يرت سالفة. قالت ليش هذه طايحة بكبدنا دائما، وليش ما تبي تروح الشغل؟ قلت أكيد فنشوها. لا حبيبتي، أنا اللي فنشت، وأنا أعرف من الحقودة الحسودة اللي طلعت الإشاعة علي، لكن أنا كرام الريلها سكت، ولا أقدر أفضحها بأشياء وايد، بس بكل صلاة أتحسب عليها. بس ريلها شهد معاها وقال انك انت اللي تحرشين فيه وتعطلينا عن شغله. انت للحين تصدقين هالكلام البايخ؟ شيء طبيعي دكتور ممرضه لازم يكون بينهم اخذ وعطى بالكلام، بس مرته الحسوده الحقوده هي اللي طلعت عليها الاشاعه، وشيء طبيعي انه يوقف ويا مرته. ريال شاري بيته وعياله، وهو الله خير يعني، واستسمح مني وقال لي يا حليمه لا تزعلين، انا مضطر اسوي كذي، ليش ان مرتي شكاكه وما عندها ثقه بنفسها. علوم، بس انا سمعت اكثر من دكتور اشتكوا عليك. وانت قاطبة علي سمعت وسمعت؟ ها شنو انت، عدو ولا صديق؟ كلامك على راسي من فوق يدي، لكن انا كنت مقرر اني احب قبل لا اتزوج. قرر؟ ساعة كم قرر؟ بس ماكو شيء يضحك. شوفوا يا عيال، على بالكم انا غافل، انا ادري عن كل شيء. انا عارف بناتي امك وامه كانوا من احسن ما يكون، يحبون بعض، اذا ونت واحده ونت الثانيه، لكن حسبي الله على من خلاهم اعداء. ولا تسالوني منو، اكيد عندكم خبر، وانا ماني جاي افتح ملفات قديمه تضايقني، واكيد انها تضايقكم. وانا يا ابوكم ماني مرتاح وانا اشوف بناتي يكرهون بعض وبيورثونكم هالكره. احنا ما نكره بعض. اي بس تعاملون بعضكم بحذر، يعني ما في موده صجيه بينكم، ما في ثقه. انا اقول يمكن لما تاخذ اخته وياخذ اختك
تحسن العلاقة وتعاملون بعضكم بعض بثقة. أنا ما قدرت أصفي القلوب، يمكن لما تاخذ أخته وياخذ أختك توحدون برباط أقوى. تفضل. أي أخت فيهم؟ مو أي واحدة. أنت بنقول لك قول حدية بدية ناصر دية حط الكور على الزنبور وتطلع قبل تاخذها أنت. أنت منين جايب هالسفاهة؟ بتاخذ العودة طبعاً. ناخذهم يعني زواج صجي؟ أنا عمري ما شفت مثقف أثول. يلا عاد يلا متركي عن الجنب وزعة، الحين صار لكم ساعتين انتي معاها متجابلين ويه بوي، وتبين تفهميني انكم ما حكيتوا عني ولا حشيتوا فيني؟ لا 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 كذي تتهميني نعيم، ازعل بعدين ما يجيكم. ايه انتي تعرفيني عاد لما انا يعني احد يحلفني التزم، وبعدين ما احب اكسر الحلفان، فيها كسر رقاب وعذاب رب العباد. والله يعني نتفتوا يمبي قربتوا فيني مو؟ لا أنا عليك من عاد انسى الله يهداك، بس هذه اختي تسامحيها. المهم قولي لي كم بيعطيكم مهر؟ قصي علي سبب مني عجي مو جدي عشان تروحي تقولي لها. حبيبتي ماني متكلمه ولا كلمه، واذا بحكي لازم تحلفي لي الحين ان اي شيء يدور بيني وبينك ما تعلمينها عنه. مو الحين ليه تطلع حلفيني؟ والله شو اقول يا ام تركي، شو اقول، شو حكي، قلبي معورني. نصور زين الشباب ياخذ هالدقمه هالبرغي هذه؟ وأمون عادي تأخذ ولدها؟ أمون بنت ومردها للزواج، وانتي الله يهداك ما قمت بالواجب معانا، زوجتي الأولي والتالي وجيتي عند بناتي وقفتي، لين متى بتبين مجابلتني؟ كل ما جبت لك أحد قلتي وع ومو شيء والتعذر بين. هي مو أنا شكو يوم تركي. بعدين حرام يا ربي البنت متعلمة تبي واحد متعلم، وانتي كل اللي تيبينهم طحين حظ. بس يشتغلون وكدادة. وبعدين تعالي بنتك مو من كبر شهادتها علشان تكبر، تاهي بتاخذ واحد ما عنده شهادات؟ ويه على الأقل عنده ثانوية. ويه ما سمعتي عن السربون؟ نصيب شو أسوي، نصيب يا ام تركي، ولا حسافة على نصور ياخذ جمول. أنا ميتة قهر محترة. إذا عطيتك الحلش لي الحين صار لهم سنين وبنين ما فكروا يناسبون بعض، انت جاي الحين بتجبرهم على كذي؟ يا اخوك انا ما نجابر احد على احد، انا قلت هالزواج يمكن يصفي القلوب ويصفي النفوس. والله عاد القلوب لا هي بدينك ولا بديني، خلهم على كيفهم، انت ولدك حسن ما انت قادر عليه، بتقدر عليها لو؟ لا تجي بطاري هالعاق، أنا ما عندي ولد اسمه حسن. تدري هذول يا البناتي مو متفاهمين مع بعض لأن أمهاتهم صدورهم متروسة غل، وأنا ما نبزوجهم باكر، أنا بعطيهم فرصة لين يتفاهمون هم وأمهاتهم. فهمت؟ لا والله ما فهمت شيء. الحين لما يصير ولد هذي بياخذ بنتيك وبنديج بتاخذ ولد هذا وهذا ولد بياخذ بنديج، بتصير علاقة زينة وبتتحسن. قصبا عليهم بيجاملون بعض، عقب ما يجاملون بعض بتنقلب العلاقة إلى حب. فهمت الحين ولا لا؟ وين أخوك؟ ما أدري. أنتي تشو ولا كلمة، أنا ما سألتك، سألت عن أخوها ولدي. ما أدري، من طلع مع أبوي العود ما رجع. وليش قصة بصل هالكثر؟ لا يكون تعطينهم من وراي، ترى هذين أطرار وأعرفهم. يما الحمسة ما تطلع زينة وحلوة بدون بصل وايد. بس خلاص فهمنا. تعالي مفتاح الثلاجة حطيه دائما بالمخبط، لا يكون تطيح عليه، ترى الإيد طويلة. والغاز لحد يستخدمه غيرك، يستخدمون غازنا وغازهم يتم لسلندر متروس. لا تنسي تعالي، احنا شحق حاطين حد فاصل، مو عشان تقعدين انتي برضك وهي برضها، ما ابي تختلطون مع بعض قطيعة، ما ابي. يلا جيب البصل وتعالي، لا تنسين البصل. وين كرحة هالدقمة هذه؟ كباريت، البيت كله كباريت. حاجيك اليوم انا قصيت البصل، باكر دورك. ها؟ ادري. بس ما ادري لمتى بنطبخ جدرين وبمطبخين وبيننا حد فاصل. يمكن لما اخوي ياخذ اختك تلغي الحدود. ساعات احس ان امك تتعمد تضايق امي، يعني ايش فيها؟ ايش فيها لو امك جابت اثنين صبيان، واحد تزوجني انا، واحد يتزوج ليلو، وامك بعد جايبه ولد واحد، كنها متعمده تكسرني وتبيني اعنس.
يبا قاعد اغشمر معاك، بس بصراحه ساعات افكر بيني وبين نفسي، يعني ليش ما حد فكر يتقدم لنا؟ احنا ايش قاصرنا؟ الام العدله الحين اذا بتروح تخطب حبيبي ما يسالون عن البنت، يسالون عن الام. اذا الام زينه البنت اكيد بتطلع زينه. وانا كل ما يجيب طاريهم قالوا لا 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 الا بنات حليمه ونعيمه، بعيديننا عنهم وراهم مشاكل ما نبيهم. اذا هذول مو على قلب واحد وهم خوات، شلون البنات اكيد مثلهم. حبيبي هالايام الام تدور الكنه العدله مو الكنه اللي وراها مشاكل. عدل يا ما عدل، عدل كلامك. اشوف كل ما خطبتي لي ردوك على الغلط. أنا اللي ربيتك أحسن تربية وحرمت نفسي من أشياء كثيرة علشانك. يا يما قاعد قشمر؟ هذه مو قشمرة، هذه مصاخة. عيل أنا مثل فلانة وعلانة؟ قولي من اللي شرى لك أول مرة سيارة، أنا ولا أبوك؟ الله يرحمه. من اللي صرف عليك وأنت برا تدرس، أنا ولا أبوك؟ الله يرحمه. لا تقعد تستهبل، قول تحكى. يا يما يا حبيبتي، أبوي متوفي من 15 سنة، يعني من صرف علي غيرك؟ أي أنا اللي صرفت وربيت وكبرت بعد. جزاك الله خير، واللي سويتي عمره ما ينسى يا يما. عيل لا تقط حكي من تقده، فاهم ولا لا؟ أنا اللي أغير رأيي مو هم. وبعدين أنا الخطابة، سامع أنا الخطابة، أنا أعرف اللي أختار حق ولدي البنت اللي تصلح واللي ما تصلح. أنا جاية. على العموم أنا بصير أحسن منك، وياي أقول لك إن ولدك خطب وبنتك انخطبت. مبروك. واي شو هالبرود؟ حتى ما عندك فضول تسأل منو خطب منو؟ يا مدام ترى أنا عندي شغل، لا تعطليني. إيفلين دخلي لي على الدور. يا بارد. مالت يما، هذه ثالث مرة تسأليني. خلاص يما عاد دقي على تلفونه. ناسي موبايله بالدار. واه يما، انت تدرين انه رايح حق يدي بالقهوة، دقي على تلفون يدي. انت ما تقولي لي ايش عندك، صار لي ساعة وتعدلي. بروح الدوام. اوه ايش دوام هالحزة، الله يهداك. دوام هالحزة، الناس بدأت ترد من دواماتهم. يما انت تدرين ان انا غبت بدون عذر، فشله بروح اتأسف لهم. والتليفون ايش حق اخترعوه اذا بتروحين مخصوص عشان تتأسفين؟ يما فشلة، أنا قلت أروح لهم الدوام ألطف. وي كاهو يما مدير يدك زين كذي؟ هلا أستاذ. إي كاني جاية، آسفة على التأخير أستاذ. كاني مسافة الطريق، مع السلامة. إيش هالعبو؟ المدير يدق عليك وتروحين تعتذرين له؟ أمون يما تعالي. روحتك هذه ما لها معنى، المفروض تشاورين قبل لا تروحين. الريال متبرم منكم من السنين وبنين، رايحه تبشرينه بشيء ما يهمه؟ شو ما يهمه؟ هذا مهما يكون عيالي. انا توقعت انه يقول لي بتكفل بمصاريف عرس يابر، او انه يسالني من بياخذ بنتي. ماكو كلش. وش اللي وداك عقب هالسنين؟ يا مريم يا مريم افهميها، هذا ابوهم والمفروض انه يدري عن كل شيء. حليمه تقصين علي؟ انت بين فتره وفتره تدورين اي عذر علشان تروحين، حسبالك يحن عليك ولا يفكر فيك. الريال خلاص تزوج وصار عنده عيال. تزوج وعيل وانا ما ادري، غشني وخدعني. خلاص يا حليمه هذا ماضي. لا مو خلاص، انا وراي شغل. انا للحين قلبي متروس،
وما عندي غير الصديج، والصديج وقت الضيج. الصديج عنده شفت وهذه مسؤولية، وعياله بعد مسؤوليته. لكن أدور ألف عذر وألف حجة عشان يتخلص مني ومنهم. يا بالأجنبية وعزها ورزها ودللها هي وعيالها، ويوم انها ملت منه وراحت وخلت العيال هم ظل يصرف عليها ومعزها هم بعد هذي العيالة. بس ما درينا عنهم اللي عقب ما طلقني وغشيت، لكني سامحت وغفرت، لكن هو ما سامح وصدق فيني العذول. الحين انت ايش تستفيدين من هالذكريات؟ ما أدري والله. إذا ما تدرين أنا بعلمك. أنت رحتي مو علشان تقولي لأن يابر خطب وجميلة بتزوج، أنت سمعت إنه صار عزوبي ورحتي له. قلتي يمكن يحن. أنا فهمتك عدل يا حليمة، ريال عشتي معاه سنين ويبتي منه عيال وما قدرتي تفهمي. ما درى عنك بهذاك الوقت التوقعين يهتم فيك الحين، وهو كل يوم يشوف أشكال والوان. يا حليمة خلاص كبرتي، ما عاد يهتم. الحين بسمعتي وبنفسي ومن حاشة من أمي بالشارع لحقتني علشان أقابلك وتقول لي هالشي من مصلحتنا؟ شنو من مصلحتي إني أتزوج؟ حبيبتي بخصوص المكان، أنا فكرت إن إحنا نأخذ لنا مكان بشكل كذي حلو نقعد فيه أنا وأنتي تسامر نسولف بعيد عن عيون الأعداء. أموت، لا تجنني لا تجنني. الحين أنا أقول لك بيخطبوني وتتكلمي بالبرود. حبيبتي عارف ما راح تزوجين غيري، خلاص يبقى الحركات هاي صارت مكشوفة. يعني أنا كذابة؟ يعني أنا كذابة؟ يعني أنت مو مصدقني ها؟ أذبح عمري؟ حبيبتي مصدقك، يا عزيزتي مصدقك، بس هذا صراحة أسلوب غير حضاري نتحاور فيه. بخصوص إن أنت عارفة ظروفي، عارفة إن شبث النخرة ما يدانيني. لا حمود، لا تتكلم عن يدي كذي، أنت تدري إن أنا أزعل. يدك ويدك، ترى سندرتينا مع يدك. انت تعرفين شنو احلى شيء في يدك؟ نياب هالحفيده هذه للدنيا، نقدم للبشريه الوجه الصبوحي. بديت وجهك انا. خلاص حمود، ترى استحي. عزيزتي دعي لايامه تفعل ما تشاء، ترى يدك خلاص مفنقش، ربعه كله منتهى وباقي هو وخلاص. حمود الله يخلي لنا ان شاء الله. ايش فيك؟ لا تقول هالكلام، انت تدري انه يضايقني. ليش تتعمد تضايقني؟ علشانك يا زهرة في خيالي احاول ابلعه. لا تبلعه عشان تخطبني منه. اسف حبيبتي، ما قدرت اعود نفسي. انا ما قلت نكته، ايش فيك؟ واذا انت حبك بس كلام انا اسفه عيل. اقول لك ما يطيقني تقولين لي اروح اخطبك من عنده؟ أنا لو كنت الريال الوحيد الموجود على كوكب الأرض ما عطاني وهي بيقول لي قمني الله يكمل. حبيبتي 20 سنة أنا وياها في السوق ما حطيت إيدي بيده، تبيني أروح أخطبك من عندك؟ بيسوي بيقول لي تعال، لو هي ذبيحة مع عشتك بيقفضني الباب. ليش الحراج عاد؟ أنت بعد ما بذلت أي مجهود. تدري لو أنت تخطبني من رسمي يدي ما راح يقول لا، لما يشوفني أنا أبيك ومصرة راح يقول لي أنا موافق، لأنه هو يحب يشوفني مستانسة. أمان تحبيني؟ مو وقت هالكلام الحين، أنا لازم أروح. بهالمناسبة بكرة أنا عازمك على الغداء. باكر حفلة خطوبة شيء. خلاص عقب باكر حبيبتي نفس المكان، أوكي؟ ما صدقني، عبالي قاعدة أكذب عليه وإني مسوية خطة عشان يخطبني. هو لا يحبك صدق
يصدقك مو يكذبك. هذا شكله يلعب. حرام عليك لا تظلمينه، محمود مو مراهق، محمود ناضج. شوفي يا خيتي، حسب خبرتي المتواضعة بالحياة يقولون أن الناضجين هالأيام أخس من المراهقين. أصلا ما أدري شو تحبين فيه، أكبر منك. محمود غير، أنا أحبه عشان يحبني. ضحكته غير، كلامه غير، شكله غير. ووش عنده غير هالحكي تكفين؟ اللي من عرفتي ما أذكرك حتى بهدية. أنت مينونة ولا صاحية؟ ليش أخذ منه هدايا إن شاء الله؟ مو موظفة ولا ما عندي راتب ولا ما عندي كرامة؟ لا حبيبتي، لا تزوجنا ذيك الساعة يصرف علي. طول ما هو للحين مو ريلي مستحيل أخذ منه شيء. عطر لو ذاكرك بعطر، إيش دعوة؟ اللي يحب يهدي حبيبه. أنا أحبه بدون هدايا، أحبه يا سبوج أحبه، ما تخيل أتزوج غيره. أنا لازم أكلم يدي، مستحيل يجبرني أتزوج جبور. والله يا خيتي على قولة المثل، جبور بإيدك أحسن من حمود. وخطبة ناصر من جميلة هي اللي بتراضي أمي على خالتي؟ يدي أنت وايد متفائل. هي محاولة أخيرة يا بنيتي، إن ما تصالحوا الحين ترى بتضيعون، كلكم بتضيعون. الله يعطيك طولة العمر يدي، لا تقول كذي. أنا ما عرفت ربي بناتي عدل، أنا دلعتهم حتى يوم كانوا عند ريايلهم